العلماء الراث الأنبياء كما أتانا عن أبي الدرداء. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان، نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان، رعوا الحقائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.